اسعد الله اوقاتكم اصدقائي، كيف حالكم متابعين قناه فيوتشر كوين وقناه بيتسي وورلد عالم البيتكوين. طبعا اصدقائي فيديو مهم جدا، ممكن يجنبك خساره او راح يخليك تتجنب دخول سوق العملات المشفره في الوقت الحالي. خليكم معنا اصدقائي نهايه الفيديو حتى نوضح الفكره بشكل اكبر. قبل ما نبلش فيديو اصدقائي، بتمنى تشتركوا بالقناه، تفعلوا زر الجرس وتضغطوا على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقميه. لا تنسى تشترك بقناتنا على تليجرام، راح اترك لك الرابط اسفل الفيديو. خليكم معنا بعد الانترو. طبعا اصدقائي حاليا البيتكوين بسعر ال 21000 دولار. طبعا احنا حاليا مهددين بهبوط قاسي للبيتكوين. طبعا عندي كمان البيتسي لونج او صفقات اللونج على منصة بيتفينكس. طبعا حيتان بيتفينكس معروفين جدا، وهن بسبب ارتفاع العملة وهبوط العملة. طبعا في الايام الاخيرة صار عملية شراء وعملية صفقات لونج كبيرة جدا. حاليا اصدقائي بلشنا بصفقات شورت، ممكن يسبب هذا هبوط كبير للبيتكوين. وطبعا عندي البيتكوين ما بيقدر يخترق ال 21000، وما بيقدر يخترق ويثبت فوق الموفينج افريج 200. لايك اصدقائي الارتداد اللي كان من 17، نحن دخلنا من 18 ودخلنا من 17، وحاليا معنا 30% من راس المال. دخلنا اصدقائي بالفيديو السابق قلت لكم ادخلوا بمناطق 18 وال 17، وعندنا دخول على منطقه ال 15000 دولار. نحن دخلنا قلنا لكم قسم راس المال على ثلاث اجزاء، دخلنا بجزئين ولسه باقي عنا جزء واحد. طبعا الجزء الاخير اصدقائي رح ندخل فيه ب 16000 دولار. عندي احتماليه كبيره هبوط البيتكوين ل 16000 دولار. طبعا على فريم ال 4 hours عندي هبوط واضح جدا. فانا بتمنى من جميع الاعضاء يتجنبوا الدخول في سوق العملات المشفره حاليا. انت كمضارب تجنب الدخول من سوق العملات المشفره، او اذا بدك تضارب حط ستوب لوز قريب من دخولك. طبعا اصدقائي سيدي باينانس مؤسس منصه باينانس عم بيقول قال في المرات الماضيه اللي كسر البيتكوين فيها القمم الخاصه فيه في حال ظهور كبيره في سوق العملات المشفره، وفي كان ناس عم تقول انه في احتماليه لهبوط البيتكوين. لكن اصدقائي وعم بقول كمان لكن حاليا هي المناطق المناسبه للشراء ما بين 17 الى 21000 دولار. طبعا هذا الشيء صحيح، مناطق شراء جيده جدا، حتى نحن حاليا بمنطقه شراء جيده جدا، لكن بنقدر بدل ما ناخذ منطقه 20000 نقدر ناخذ منطقه 16000 نحقق مكاسب اكبر. بما انه فتح صفقات شورت وحاليا نحن بشمعه حمراء على البيتكوين لونج بيتفينكس، يعني صفقات الشورت على البيتفينكس او صفقات اللونج عندي حاليا شمعه حمراء، يعني بدانا بصفقات الشورت. فنحن هلا متوقع هبوط البيتكوين. المناطق المعتمدة او المناطق المتوقعة هي مناطق 16000 الى 18000 دولار. انا من هاي المناطق اصدقائي مثل ما قلت لكم خليني 30% من راس المال حتى نداوم من هاي المناطق. بتقدر تتابعني على منصب بيتجيت عن نسخ اصدقائي، تواصل معي على التليجرام وراح نضم لقناة النسخ. طبعا المحفظة الخاصة فينا انا بتحكم فيها، راس مالك بيتم محفظتك، فلوسك بيتم محفظتك، وانا اللي بتحكم في المحافظ وبتحكم بدخول الصفقات. مع السلامة أصدقائي ودمتم بخير.